التطور السريع الذي تشهده مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مشوق، ورغم ذلك إلا أن المؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات لم تناقش بعد بشكل عميق وتفصيلي المبادئ والأخلاقيات التي يجب مراعاتها أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي، مما دفع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الأمريكي إلى إصدار إطار جديد لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا الإطار إلى تقديم إرشادات وتوصيات عالية المستوى حول كيفية الحفاظ على نتائج مفيدة للبشرية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جعل المعلومات والخوارزميات صالحة وموثوقة وآمنة ومرنة وخاضعة للمساءلة والشفافية وقابلة للتفسير ومعززة للخصوصية وعادلة بدون تحيز ضار. ويتخوف الخبراء من أن يواصل الذكاء الاصطناعي التعلم إلى ما هو أبعد من برمجته الأصلية، فقد تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي منفصلة عن سياقها الأصلي والمقصود، أو قد تصبح قديمة بالنسبة لسياق النشر. وأضاف الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر خصوصية مرتفعة إلى حد كبير بسبب القدرة المحسنة على تجميع البيانات للذكاء الاصطناعي، مما جعل الأمر أكثر صعوبة لأن تحليل البيانات الضخمة يمكن أن يتيح اتخاذ قرارات مستهدفة للغاية بواسطة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الاعتماد على معلومات التعريف الشخصية التي تقع ضمن نطاق قوانين الخصوصيات التقليدية.